شكرا الفنان الإنسان العزيز الطيب مدسر والعزيزة اللي ما بتسأل عن قلوبنا. التحية صباحية لكل العزيزات اللي بيتابعونا وما بتسأل عن ظروفنا وما بتسأل عن مشاعرنا وما بتسأل ممكن تكون على حي أي حاجة، لكن نحن اليوم حنكون حضور مع العزيزة الأم والأخت الحبيبة اللي هي بتنجب وبتدعب وبتربي أجيال وأحيانا بتحصل مشاكل للطفل أثناء الولادة وبتكون هي ما عارفة أسباب شنو. بنسمع كثير بيقول لك نقص الأكسجين، الطفل حصل له نقص أكسجين، نحن ما بنعرف هل الأكسجين ده هو نقص وهو في رحم أمه ولا هو نقص بعد ما اتولد. أسئلة كثيرة ومحاور قد تدور في أذهان الأمهات الآن. تابعوني بكم معنا عبر هذا الصباح ومعيتي وضيفي استشاري المخ والأعصاب بروفيسور ياسر جاد المولى المنصوري. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. مرحبا، والتحية ابتداء للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال المجيدة، ونأمل أن تكون بلادنا على خير ما يرام في السنة القادمة إن شاء الله. بروف ياسر، خلينا نحن ذاتنا نوري الأمهات في الأول يعني شنو نقص الأكسجين يعني عند الأطفال، نحن دايما بنسمع به كثير. الأكسجين هو أكسير الحياة، صحيح، وهو عنصر مهم جدا لعمل الدماغ أو المخ. فمصطلح نقص الأكسجين عند الأطفال بيعني حالة طبية يكون فيها الاختناق الوليدي أو الاعتلال الدماغي الافتقاري التأكسجي البيرس أسفيكسيا. وفي الحقيقة نقص الأكسجين من المشاكل الشهيرة جدا التي تنشأ عقب فترة الولادة مباشرة، وهو قد يكون يعني قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة. طيب نحن حنجيب في النقطة دي تحديدا عشان ما نعرف ذاته أسبابه شنو اللي بيخلي يحصل نقص في الأكسجين للطفل حديث الولادة شنو؟ هل هو في فترة الحمل أكل معين، طريقة نوم معينة، حاجات معينة الأم إذا مارستها ممكن تتجنب مشاكل نقص الأكسجين؟ الأسباب في الحقيقة هناك أسباب متعلقة بالأم وأسباب متعلقة بالطفل وأسباب متعلقة أيضا بالكادر الطبي، يعني وما نبرئ أنفسنا يعني كويس، أنتم مسؤولين المسؤولية الكبرى. نعم، فبالنسبة للأسباب في الحقيقة عديدة جدا، منها ما تتعلق بالأم مثل ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه عند الأم، والمشاكل الالتهابية في الأشهر الأولى التي تصيب الأم، كما أيضا مرض السكري وضعف الدم أو الأنيميا المناعة كذلك. وأيضا من الأشهر الأسباب هو التفاف الحبل السري أثناء الولادة في عنق الجنين، كما استنشاق المادة السائلة الأمنيوسي والعقي البراز الأول عند الطفل، وأيضا نتيجة للولادات المتعسرة التي تأخذ فترات طويلة، ونتيجة أيضا لطبيعة الولادة نفسها. متعددة الأسباب. نعم. لكن خلينا نشوف يا بروف، لما نلقى أم ولدت بعد ما يطلعوا الطفل على طول بيقول لك والله حصل له نقص أكسجين ومحتاج يدخلوه في عناية، اللحظة دي تحديدا منو المسؤول فيها؟ وهل نسبة الأكسجين في نفس اللحظة بيقدروا الأطباء يعرفوها، أو أنتوا بعد تدخل يجيبوا أخصائي المخ والأعصاب أو استشاري الأطفال حتى يعرف نسبة الأكسجين، ولا أخصائي النساء هو ممكن يحدد بعد كده يحول الحالة؟ سؤال جميل جدا. أولا، غرفة الولادة نفسها يجب أن تكون معدة الإعداد الكافي بها أكسجين، وهناك حضانة يعني قريبة تابعة لنفس مكان الولادة، ووجود طبيب الأطفال حديثي الولادة مهم جدا في غرفة الولادة حتى إذا حدثت أي مضاعفات للجنين يقوم بتلافيها. ففي الحقيقة أنه يعني ما بين ولادة الطفل إلى الصرخة، وهذه الصرخة عبارة عن النفس الأول للطفل، الصرخة الأولى مهمة. الأطباء بيقولوا لو ما تأكدوا من الصرخة دي ما بيكونوا مطمئنين. هي دقيقتين فقط، يعني ما يعادل دقيقتين فقط. فإذا تعدت الدقيقتان يعني بقت دقيقتين ونص ثلاثة دقائق بيخش الطفل في مشاكل الاختناق الوليدي، وإذا يعني وصلت إلى خمس دقائق وهناك تلف دماغي وضمور وأشياء كثيرة وكذا، دي إذا تأخرت هذه الصرخة. فهي مهمة جدا بالنسبة لإدخال الأكسجين في البداية. ولذلك نحن بالنسبة للتدريب الأطباء نفسهم
على هذه اللحظة بتاعت الولادة، لأنها لحظة ميلاد حقيقية، يعني يجب أن يكون هناك تهيئة كاملة. صحيح. فالأم يعني إذا كان ما في مستشفى فيه أكسجين ولا فيه حضانة، يعني بننصح عدم الولادة فيها. يعني اللحظة دي دائما تحديدا يا بروف بتحصل فيها المشاكل، وبيفقدوا فيها أمهات كتار أطفالهم بعد عناء وتعب شديد من أشهر الحمل. لما يحصل نقص الأكسجين ويفتشوا حضانة عشان ما يوصلوا الطفل الحضانة، محتاج كم من الزمن ونسبة التفتيش حق الحضانات الما موجودة وما متوفرة، ومتين هو بيستحمل بيقدر يتحمل كم دقيقة وكم زمن؟ يعني 5 دقائق فقط بيخش الطفل في الاختناق، وبيؤدي إلى تلف دماغي، وبيؤدي إلى مسألة اللي هو بيكون سيريبرال بولسي، أو حصلت له مشاكل شلل دماغي ويحصل له كده. فلذلك أنه يجب أن يكون هناك حضانات جاهزة في مثل هذه الأحوال. وطبعا أنت سألت سؤال، هل يمكن معرفة نسبة الأكسجين؟ نعم، هناك جهاز صغير بيوضع في أصبع القدم أو أصبع اليد لمعرفة نسبة الأكسجين عند الطفل نفسه بعد الطفل الوضوع، بالنسبة للتشخيص. يعني مثلا إذا شكينا أن الطفل عنده نقص أكسجين، أو ممكن يقاس هذا الأكسجين. كما أن الأعراض من إزرقاق، يعني الطفل بيكون منظره مخيف، يعني بيكون مزرق في اللسان والوجه وسقف الحلق، ما يعرف بالسنترال ساينوزيس، وبيكون ضعيف جدا في حركته، ما بيكون في صرخة وبكاء وهي يعني فرحة. بعدين برضه بيحصل له، ممكن يحصل له تشنجات صرعية، بيكون في صعوبة جدا في التنفس، وبيكون في تغيير يعني في ردود الأفعال بالنسبة للطفل، وفي يعني حاجة اسمها الأبكر سكور، أو يعني تقييم أبكر اللي هو دي من 0 إلى 10. إذا كان أقل من 3 فهذا الطفل معناته مصاب بحالة اختناق، ويجب على الطبيب الإسراع في إدخاله للحضانة وتزويده بالأكسجين وتدفئة الطفل. الحمد لله، نتمنى إنه كل الأطباء إنهم يكون عندهم القدر الكافي بالأم لما تولد. بنلقى عملية غرفة الولادة نفسها موجود فيها استشاري النساء والتوليد فقط، قد ما يضطروا إنه يحتاجوا، بيقول لك ما بيحتاج، لكن ما بيحتاج دي هل ممكن أخذ استشاري النساء والتوليد هو يحددها قبل الوضوع، يعرف إنه الطفل اللي هو حيطلع ده حيحصل له مشاكل أكسجين ولا ما بعد إلا ما بعد الولادة؟ المواصفات الطبية العالمية يجب أن يكون هناك، يعني غير طبيب النساء والتوليد يجب أن يكون هناك طبيب أطفال متخصص حديثي الولادة، لا بد. هذا الطبيب يقوم بتقييم الطفل، ويقوم بعملية شفط السوائل من الشعب الهوائية إذا كان هناك اختناق، ودوره لا ينتهي حتى يضع الطفل في ثدي أمه للرضاعة. الأمهات دائما أنا بقول لهم ربنا يديكم الصحة والعافية، وإن شاء الله ما تشوفوا نقص أكسجين في أطفالكم، لكن دي واحدة من الأسباب اللي هم بيتخوفوا منها جدا، وعدم وجود الحضانات. لأي مدى ممكن يكون الطفل حديث الولادة بروف في الحضانة؟ يعني ممكن يحتاج لي كم، هل ممكن يرجع له التنفس طبيعي في نفس اليوم ولا ثاني يوم؟ بنلقى ناس لهم أسبوع وعشر أيام. هذا يقودنا إلى كيفية العلاج، والعلاج يجب أن يكون وقائي قبل ولادة الطفل. نعم. لأن هناك أمهات بالطبيعة معرضين لهذه أنه يولدوا وأطفالهم يكون فيها نقص أكسجين وكذا كذا. فبواسطة التشخيص والمتابعة والتشخيص الموجات الصوتية قبل ولادة الطفل، قد يكون في تشوه خلق في القلب، قد يكون في الطفل كبير الحجم، أو أي مشاكل يمكن معالجتها قبل الولادة، وهذا يعني من فائدة التشخيص. واحدة من المشاكل احنا شايفين الطفل الأث هي في عندنا في الصورة، ممكن قد تكون ما قادرة تمشي بصورة، ده ممكن يكون سببه لو تابعت معي في الشاشة إنه الطفلة دي هي ما قادرة تمشي بصورة جيدة، ده كان سبب نقص بتاع أكسجين لحظة الولادة؟ نعم، في الحقيقة هذه الطفلة مرت علي قبل 3 سنوات تقريبا. وكان أهلها في أحد الأرياف وأصيبت بنقص أكسجين، لا حول الله. وللأسف الشديد يعني زي ما نحن كنا يعني بنتكلم إنه كان غرفة الولادة ما بيها أكسجين أصلا، ولا يوجد حضانة بالطبع، فأدت إلى يعني هذه الطفلة الجميلة أنه تصاب بنقص الأكسجين، وبالتالي حصل لها ضمور في المخ، وهذا الضمور في المخ ترجم فيما بعد في اللي هو بقت في تأخر حركي، ما يعني حد 5 سنوات ما كان بتمشي ولا تتحرك ولا
تتكلم. الضمور ده ممكن يكون حركي بس يا بروف، ولا ممكن يكون خلل في المخ، عدم استيعاب، ممكن يكون يصطحبه مشاكل مختلفة؟ ممكن يكون حركي، ممكن يكون إعاقة ذهنية في منطقة الإدراك، ممكن يكون تأثر السمع، البصر، التوازن، كلها ممكن تتأثر في هذه الحالة. نحن إذا دارين، أنت قلت الطفلة اللي جاتك الآن دي هي أهلها من الولايات، وبنلقى الولايات كثير منها والأرياف أكثر فقراً بالغرف المهيئة والمجهزة، شنو ممكن اللحظة دي، لحظة الوضوع، إذا حصل طفل عنده نقص أكسجين ممكن يعني تكون وقاية، إسعاف، حاجة سريعة تدعمل إذا كان من الإنسان اللي بيولد أو إذا كان من الأم نفسها، شنو ممكن يعني؟ ده بقودنا إلى مواصلة عملية العلاج أيضا، وهي أنه بعد التشخيص مباشرة في أعراض مهمة جدا كما ذكرنا، الإزرقاق، صعوبة التنفس، تغير اللون، الأبكر سكور بيكون لو، بيكون في زيادة في ضربات القلب، بيكون احتمال يكون في تشنجات، في أشياء زي كده، فعلى الطبيب الإسراع بتزويد الطفل بالأكسجين الصناعي ووضعه في الحضانة مباشرة. ولكن إذا لم يوجد فهذه هي المشكلة، لا سوف تؤدي. ما في أي طريقة ممكن تدعم التنفس الاصطناعي اللي بيقوله أو التنفس الطبيعي اللي يتكلم عنه ده، ممكن يغي الحالة دي الأم في لحظة بتكون عايزة يا بروف إن تنغز. من بعض التجارب تفلع. يعني التجارب الحياتية، أو أنه الطفل بيقلب على رأسه، يعني يكون رأسه تحت وكل عينه فوق، ويخط فيه موية باردة، الماسورة موية باردة، ويضربوه على ظهره كده حتى أنه يساعده أنه الرئة يستعيد. ولكن طبعا هذه يعني هي طريقة بنعتبرها بدائية، يعني الآن العلم تطور ويجب إدخال التكنولوجيا والمواصفات العالمية وكذا، المناطق ما زالت تعاني. لكن دي من الأشياء اللي بيعملوها أنه يقلب رأس الطفل إلى الأسفل ويصب عليه الماء البارد ويضرب على قفاه. الحركة دي ذاتها إذا كانت ما علمية ممكن الطفل ذاته تحصل له مشكلة، مو تكون باردة جدا، يحصل له مشاكل في القلب، تحصل له مشكلة، الناس تكون في مشكلة تانية بالتأكيد. فهي مؤلمة جدا يعني. لماذا؟ لأن هذا الطفل المولود الذي ينتظره يعني الأبوين فترة طويلة جدا، 9 أشهر، وبعد ذلك أنه يطلع نتيجة لهذه الكارثة، والمستقبل هذا الطفل سوف يكون يعني مستقبل حرج جدا، لأنه غالبا ما يقدر على الحركة، صحيح، على الكلام، على التواصل مع الآخرين، ممكن يصاب بعدة أمراض منها التوحد ونقص الذكاء وفرط الحركة وعدم القدرة على الانتباه والتركيز، كما قد يصاب بمرض الصرع، وأيضا ممكن يصاب بالشلل الدماغي. اللي هو الشلل الدماغي هو اللي هو الإعاقة الحركية الجسدية نتيجة للإصابة الدماغية، وبالتالي هذا من أكثر الأشياء المؤلمة، لأنه طول عمره هذا الطفل طبعا سيكبر وسيكون يعني كبير، بيكون يعني محتاج إلى مساعدة، وبيكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح، اللي ممكن كان بأشياء بسيطة جدا ممكن كان نتلافى هذا المشكلة أو الخلل الخطير الحصل اللحظي. نعم. بروف أنا لاحظت أو كثير من الناس لاحظوا إنه الطفل ده بيقعد في الحضانة لفترات طويلة، هل الفترات الطويلة دي كلها حوجة لأكسجين مثلا، ولا الأكسجين ده بس جهاز بيتركب عبارة ما بعد ما أنت تستنشق أو الطفل يستنشق بيستعيد له أكسجين الطبيعي، ولا ممكن يرجع بالتدريج؟ في طبعا هو في الحضانة بيكون بيزود الطفل بأكسجين صناعي، بيدو حاجة اسمه أكسيد النيتريك، دي كله على أساس إنه الأعضاء الداخلية أيضا تستعيد يعني وظيفتها، لأن في حالة نقص الأكسجين بيحصل نوع من التلف، ليس في الدماغ فقط، إنما ممكن يكون في القلب، في الرئة، في الكلى، يعني يصاب عدة أجهزة، يعني أقل شيء جهازين أو أكثر. وبالتالي إنه حتى نضمن إنه الطفل ده قدر أنه يقوم بوظائفه الفسيولوجية مثلا وكذا، لأن بعض الأطفال الذين يولدون يعني قبل 37 أسبوع دائما بيكون عندهم مشكلة بتاعت نقص أكسجين، ليه؟ لأن الرئتين بيكون غير مكتملة، غير مكتملة، دي الناس 7 شهور يا جماعة، الناس اللي بيولدوا في 7 شهور ممكن تحصل مشاكل، وبالتالي بيحتاج لحضانة حتى أنه يجتاز هذه الفترة الحرجة. أيضا من ضمن العلاجات في جهاز اسمه جهاز التبريد الجسدي، اللي هو بنبرد الطفل لدرجة 33.5 درجة، يعني بيكون بارد جدا، حتى إنه يعني بيستحمل جسم الطفل ذاته، بيستحمله نعم، قلبه ورئته وحاجاته دي بتتحمل البرودة الشديدة بي بي بيستحمل، وذلك بهدف تقليل استهلاك الأكسجين واستهلاك عمليات الأيض و
البناء الميتابوليك ريت، وبالتالي انه الخلايا بتاخذ فرصه اكبر للمحافظه على نفسها. فجهاز التبريد ده احدث ثوره يعني في عالم نقص علاج نقص الاكسجين في وقت الولاده. ايضا الطفل اذا كبر شويه وزي ما انت قلتي انه والله حصل له نقص الاكسجين وحصل له ضمور في الدماغ وكذا، هل بنتركه من غير علاج؟ طبعا لا، لازم ايضا هناك طرق علاجيه. اول من يتدخل هو استشاري المخ والاطفال. ده دوركم وتدخلكم بعد كده، بعد ما نعم يحصل للطفل اي نوع من فبيراجع استشاري مخ والاعصاب تخصص اطفال لوصف بعض الادويه التي عملية كنترول بالنسبة للتشنجات مثلا الصرعية، بالنسبة لتحفيز الدماغ، بالنسبة ل يعني أيضا مهم جدا وجود اللي هو العلاج الطبيعي، يحتاج لطبيب علاج طبيعي حتى يقوم بتمارين لهذا الطفل بالذات في الفترة تحت الخمس سنوات الأولى. نعم. أيضا قد نحتاج إلى طبيب عظام أطفال، لأن الأطفال اللي بيكون عنده تشوهات يعني دائما بيكون لما يمشي بيكون عامل زي المقص، يعني رجله بتكون مقص يعني بشكل مقص. فهذا من التشخيص بتاع نقص الاكسجين الدماغي، نقص الاكسجين. وايضا بيكون مرات رجله اللي هو الكعب مرفوع من ما واصل لحد الارض، ما بيصل لحد كده، وبالتالي ده بيحتاج الى تطويل اوتار مثلا، حتى انه يعني بعض العمليات الجراحيه ممكن يجيبوها. دكتور، اللي ذكرته من نقص الاكسجين يؤدي الى كوارث حقيقيه ومشاكل. نعم. قد يكون الاسر هم في غنى عنها وهم منتظرين طفلهم يطلع سليم ومعافى، لكن انت توعدني انه تكون معنا في حلقات متتاليه من صباح الشروق عشان احنا نستكمل ما بليناه في جراحه المخ والاعصاب عند الاطفال تحديدا ونقص الاكسجين، ونكلم الناس ونوعيهم كيف ممكن تكون الوقايه منه. انا شاكره ومقدره لوجودك هذا الصباح. اهلا بك، اهلا وسهلا بك، يعطيك العافيه. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا في فقرتنا اللي كانت مهمه جدا لكل الامهات والاباء اللي تابعونا مع بروف ياسر جاد المولى المنصوري استشاري المخ والاعصاب، وكنا تحدثنا عن نقص الأكسجين عند حديثي الولادة وتعرفنا على المشاكل الكبيرة جدا اللي ممكن تحصل لهم. تابعونا ويبقوا معنا من خلال هذا الصباح.